السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق التكنولوجيا في كل مكان، دمتم يا رب بخير. في الفيديو ده إن شاء الله حبيت أكلمكم عن أهم 30 ميزة لازم تعملها أول ما تشتري موبايل أوبو عموما، ولو اشتريت الرينو 2 اف خصوصا، وخاصة لو موبايلك بيحمل واجهة كولر او اس 6.1. قبل ما نبدأ حابب أقولك إن في آخر الفيديو فيه هدية لأصحاب رينو 2 اف، فكملوا الفيديو للآخر عشان الهدية دي أكيد ما تفوتكوش. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده ويلا نبدأ. اول حاجة لازم تعملها اول ما تشتري الموبايل ده، وهي ان انت تستغنى عن زر الباور تماما. هتروح على فولدر اسمه الادوات، وهتاخد شاشة التأمين بضغطة واحدة تسحبها كده وتحطها في النص هنا، اول ما تضغط عليها هيقفل الشاشة على طول. تاني حاجة انت لاحظتها الساعة اللي على شاشة القفل او الاولوز اون ديسبلاي، بتتفعل ازاي دي؟ عشان حضرتك اول ما بتجيب الموبايل ما بتبقاش شغالة. بمنتهى البساطة هتروح على الاعدادات، وبعد كده هتروح على شاشة وسطوع، وبعد كده هتروح على ساعة إيقاف الشاشة وتفعلها. هي طبعا بتكون كده، فانت هتفعلها وهتختار طبعا وقت البداية والنهاية لو انت حابب. حاجة مهمة جدا مهمة ان انت تعرفها، لو انا دلوقتي الايقونات منعكشة كده وعايز ارتبها كلها بمنتهى البساطة اعمل ايه؟ بتصغر الشاشة كده بصبعين، فبيظهر لك على كل ايقون علامة ان انت ممكن تعمل مارك فيها تعلمها. فعلم مثلا الايقونات المنعكشة بالطريقة دي واسحبهم كلهم وحطهم كده، بالطريقة دي تقدر ان انت ترتبهم بمنتهى السهولة. طب لو انت مثلا عايز تاخد التطبيقات دي كلها وتروح في بيج تانية جديدة خالص، اهو بنفس الطريقة كده. انت مجرد ما تعلم الحاجات دي كلها وتحركهم كلهم بياخدوا نفس الخصائص. عايز تحطهم كلهم في فولدر، بتعلم اللي انت عايزه وتروح تحطهم على الايقونة تانية، فتلاقيه بيعمل لك فولدر اوتوماتيك. لو عايز تسمي الفولدر ده بتضغط هنا تمسح وتسمي اي اسم انت عايزه بالطريقة دي. من ضمن الحاجات المهمة كمان اللي لازم تعملها ان انت تفعل الجيستشرز او السوايبس او الايماءات. حضرتك بتعمل ايه؟ بتروح على الاعدادات، وبتروح على اداة مساعدة للراحة، وبتروح على الايماءات والحركات. بعد ما بتدخل على اداة مساعدة للراحة بتروح على مفاتيح التنقل. طبعا الازرار الافتراضية دي اللي هي بتبقى تحت بالطريقة دي وخلاص، يعني الموضوع ده خلص من زمان جدا. انا افضلك ان انت تختار اسحب الايماءات من كلا الجانبين بالطريقة دي. وانصحك كمان تنزل تفعل وضع خيار منع اللمس الخاطئ لايماءات التمرير من كلا الجانبين عشان ما يضايقكش اثناء الاستخدام. وفي ميزة مهمة جدا مش هينفع اغفلها لك، زي مثلا انا فتحت البيج بتاعتي دلوقتي بالطريقة دي كده وخرجت وقمت فاتح فيسبوك. طب انا دلوقتي عايز ارجع تاني للبيج بتاعتي او البيج مانجر اللي انا كنت عليه، في طريقة تقليدية ان انا اعمل كده وامشي واقوم عامل كده، وفي طريقة احسن بكتير ان انت تسحب من اي جنب للشاشة وتستنى شوية، هتلاقي شكل الايقونة بيظهر معاك لو انت انتظرت البضع ثواني بالشكل ده بالطريقة دي اهو. ودي من المميزات المحترمة جدا الحقيقة. طب والله انا واحد من الناس مش عايز اخليهم خمس ايقونات كده بالطريقة دي، ولا عددهم كده، ولا سرعة تنقلهم بالطريقة دي، اعمل ايه؟ هترجع تاني تصغر الشاشة بصبعين كده وتدخل على الاعدادات، ومن تخطيط الشاشة الرئيسية تقدر تختار ان هما يبقوا 4:6 او 5:6 زي ما انت عايز. انا بحبهم 5:6، انت اختار زي ما انت بتحب. وميزة كمان مش عايزين نغفلها، في ناس كتير بتقولي احنا مش عايزين كده، احنا عايزين قايمة، يعني عايزين نسحب كده نلاقي قايمة زي بعض الواجهات التانية. برضو هتعمل نفسك بتصغر الشاشة كده وهتروح على الاعدادات، ومن وضع الشاشة الرئيسية لو اخترت وضع الدرج ده هتلاقي بقى عندك قايمة فيها كل البرامج. لكن انا بفضل الوضع القياسي بالطريقة دي، بحب كل حاجة تبقى بره. لو انت بتحب نظام المنيو او القايمة اختار وضع الدرج بالطريقة دي، هتلاقي بقى عندك منيو بالشكل ده. لو سحبت كده هيبقى عندك منيو بالشكل ده، لكن طبعا انا مستحيل اعمل كده، فهرجعها تاني للوضع بتاعي بس. في ميزة كمان مهمة بتسهل عليك تجربة الاستخدام، لو انت مش لاقي تطبيق معين او اعداد معين من الاعدادات، في طريقتين، اول طريقة للتطبيقات والطريقة التانية للاعدادات. لو انت سحبت الشاشة من اعلى لاسفل بالطريقة دي وكتبت اي تطبيق يعجبك اهو، انا كنت بدور مثلا على نتفليكس جاتلي بالطريقة دي، وفي برضو اسماء ممكن تجيلك، يعني انت على حسب انت بتدور على ايه. طيب بالنسبة لو انا بدور على اوبشن معين مش لاقيه، افتح الاعدادات حضرتك هتلاقي في علامة كده اللي هي علامة السيرش، فهتضغط عليها وتكتب اي اعداد انت عايزه هيجيبهولك بالطريقة دي.
لو كتبت الشاشة هيجيب لك كل الإعدادات اللي فيها كلمة شاشة تبدأ تدور فيها زي ما أنت عايز وما تتوهش. من الحاجات اللي أنا قلت عليها في المراجعة اللي هتظهر لك في الاي دي دلوقتي إن أنا أقدر ألعب في ألوان الكاميرا الأمامية وأقدر ألعب في التحكم في الوجه والكلام ده كله. بنروح على الإعدادات وبنلاقي بره خالص خيار خاص ببصمة الإصبع والوجه وكلمة المرور. تمام؟ لو دخلت على بصمة الوجه طبعا هنحتاج ندخل باسورد. عندك أول حاجة هتلاقيها لو أنت مثلا الإضاءة قليلة فأنت ممكن تستخدم الشاشة أنها تنور عشان الموبايل يشوف وشك لو فعلت خيار استخدام الشاشة كضوء تعبئة في الأماكن المظلمة. تاني ميزة عندك هي الموبايل لما يشوف وشك تحبه يفتح على طول على التطبيقات وكده ولا تحب أن أنت يفتح لك بس مجرد ما تسحب الشاشة بالطريقة دي؟ أنا واحد من الناس بحبه يفتح على الموبايل على طول، فهختار الضغط على زر الطاقة لفتح القفل، يعني مسافة ما تضغط على زر الباور والموبايل يشوف وشك هتلاقيه فتح على طول. لو انت مفعل الخيار ده مش هيفتح وعينك مغمضة، لكن لو لغيته كده هيفتح طالما عينك مغمضة، فده اوبشن محترم جدا انا بحبه الحقيقة. اما لو دخلنا بقى على خصائص بصمة الاصبع عشان نشوف ايه وضعها بعد ما ندخل الباسورد بتاعنا، لو دخلت على نمط الرسوم المتحركة هتلاقي ان انت تقدر تختار شكل البصمة زي ما انت حابب من اكتر تقريبا من 5 اشكال. انا صراحة بحب اشعة الطاقة اللي هي طبعا الديفولت بتاعتها، او انت ممكن بقى زي ما تحب. وتقدر كمان تتحكم ان انت تعرض ايقونة البصمة عند ايقاف تشغيل الشاشة ولا لا. لو فعلت الخيار ده ممكن تلغيه خالص وممكن ترجعه زي ما انت بتحب. انا بفضل ان هي تبقى موجودة على الشاشة بتدي منظر. وبما اننا بنتكلم عن البصمة فانت تقدر تعمل صوت لفتح الموبايل عن طريق البصمة لو رحت على الصوت والاهتزاز وفعلت خيار صوت حركة بصمة الإصبع. من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها أول ما تشتري الموبايل ده وهي أن أنت تروح على الإعدادات وبتروح على إعدادات إضافية وبتفعل حاجتين مهمين جدا، هي عرض معلومات ذاكرة الرام عشان لما تيجي تعمل كده يبان لك الرام المتبقي تحت، وأن أنت تفعل اتصال بالـ OTG. بس طبعا هي بتقفل لمدة 10 دقايق لو ما فعلتهاش. في ناس بتقول لك موبايلات أوبو ما بتدعمش الـ OTG، هي الحقيقة بتتفعل من السوفت وير من جوه زي ما قلت لك في فيديو المراجعة اللي برضو هيظهر لك في الاي دي دلوقتي. الكاميرا الاماميه ليها الوان كتير وتقدر تتحكم في الاوبشن ده بمنتهى السهوله لو رحت على الاعدادات ورحت على اعدادات اضافيه ورحت على تاثيرات الكاميرا المنبثقه. انا عامله عشوائي يعني كل ما اجي افتح واقفل في لون جديد بيتضاف، لكن انت تقدر تختار لون محدد لو انت بتحب ده. وتقدر ان انت تعمل مؤثرات صوتيه للكاميرا وهي طالعه، تقنيه ميكانيكي ايا كان، وانت تجرب بقى مع نفسك وتشوف اللي يعجبك ايه. انت تقدر تحول موبايلك لاكسس بوينت او تمد شبكة الواي فاي عن طريقه، والميزة دي مش موجودة غير في شركتين، اوبو وشركة تانية معروفة طبعا في السوق. لو رحت على الاعدادات ودخلت على اتصالات لاسلكية اخرى هتلاقي الربط عبر واي فاي. لو شغلت الربط عبر واي فاي تقدر ان انت تخصص اسم جديد للشبكة دي وباسورد جديد، وتقدر ان انت تلقط الشبكة دي من اي موبايل تاني لو انت الراوتر بتاعك مسافته مش طويلة او ما بيمدش ده، او لو انت معاك باسورد ونسيه تقدر تشير واي فاي لاصحابك عن طريق الخاصية دي. وطالما احنا بنتكلم عن الواي فاي، لو دخلت على الاعدادات ورحت على واي فاي هتلاقي حاجة مميزة جدا وهي مساعدة واي فاي. لو انت فعلت دي هتقدر ان انت تبدل تلقائيا بين شبكة الموبايل وشبكة الواي فاي وينقلك للافضل. انا الحقيقة ساعات ما بحبش ده قوي عشان الموبايل بيتحكم فيا، انا بحب اتحكم في الموبايل اكتر فانا بلغيها، بس هي اوبشن موجود وحبك تعرفه. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انا اتكلمت عنها اثناء مراجعتي للموبايل وهي الجيم سبيس. لو فتحت الجيم سبيس ده، في الجيم سبيس انت بتقدر تختار الوضع اللي يناسبك. لو اخترت الوضع التنافسي هيسخر عتاد الموبايل كله زي ما انت شايف للجيم، بس مش هيحافظ للاسف الشديد على الطاقه. والوضع المتوازن بيعمل بالانس بين الاداء والطاقه، والوضع الاخير ده اللي هو وضع استهلاك طبعا طاقه منخفض، فانا بفضل الوضع المتوازن او بحب العب على الوضع التنافسي عشان يسخر العتاد كله بشكل افضل. زائد ان انت تقدر تتجاهل المكالمات وتتجاهل الاشعارات عشان ما يضايقكش وانت بتلعب جيم مهم زي PUBG او كول اوف ديوتي او وات ايفر انت بتلعب ايه. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا مختلفين في راحه العين، يعني في واحد عينه بترتاح لحراره اللون الازرق وفي واحد عينه بترتاح لحراره اللون الدافي كده. فلو رحت على شاشه وسطوع تقدر ان انت تتحكم في حرارة الشاشة، لو انت خليتها اكثر برودة كده يديك ازرق اكتر، لو انت رحت على اكثر دفئا يديك اصفر اكتر. انا الحقيقة بحب الوضع القياسي ده، لا احب الازرق قوي ولا بحب الاصفر قوي. في الخطوة دي هنتعلم ازاي نفتح تطبيقين في نفس الشاشة ونتحكم في خصائصهم. لو انا سحبت كده شوية هلاقي ان انا مثلا فاتح فيسبوك ومدير الصفحة اللي انا بستخدمه. لو ضغطت على الثلاث شرط اللي فوق دول وقلت تقسيم الشاشة بالطريقة دي
هلاقيه فتح لي مدير الصفحة فوق، اقدر ان انا بمنتهى السهولة افتح معاه اي تطبيق تاني من هنا هيفتحه في نص الشاشة اللي تحت زي كده بالطريقة دي. لو انا عايز اخرج من الموضوع ده خالص بنزل تحت كده. احيانا في ناس بتصحى من النوم بتلاقي الموبايل عمل تحديث لوحده، طب انا اقدر اتحكم في ده ازاي؟ بتروح على الاعدادات، بتروح على تحديث البرامج، تدخل على الاعدادات وبتلغي التحديث التلقائي طوال الليل. لو انت فعلت ده هتصحى من النوم تلاقيه عامل تحديث وانت مش عارف، فطبعا لازم تلغي التحديث التلقائي طوال الليل. من ضمن المميزات الجميلة جدا هي ان انت تقدر تعمل اختصارات وانت قافل الشاشة، ومسافة ما تكتب اختصار على الشاشة يدخل على التطبيق على طول. على سبيل المثال انا هقفل الشاشة دلوقتي وهكتب كده حرف O بالطريقة دي، هلاقيه فتح الكاميرا، ولو عملت اي حاجة انا مفعلها هلاقيه فتح التطبيق اللي انا مخصصه للموضوع ده. طب ايه اللي حصل او ازاي ده حصل؟ تعالوا نشوف ازاي. اول حاجة بنروح على الاعدادات، وبعد كده بننزل لحد ما نروح على اداة مساعدة للراحة، بعد كده بنروح على الايماءات والحركات، وبعد كده بندخل على ايماءات الشاشة المغلقة. انا مثلا هنا مفعل ارسم الشكل O لبدء تشغيل الكاميرا. انت لو عملت شكل V ده هيدي لك فتح الكشاف، لو ضغطت ضغط مزدوج ممكن تفتح الشاشة عادي جدا. وانا كمان ممكن اقدر ان انا ازود بعض الايماءات عشان اقدر اتحكم في تطبيقات معينة، يعني مثلا لو رسمت 8 كده ممكن تلغي التأمين او اتصال او اي بدء اي تطبيق انت هتختار بالشكل ده. صراحة دي بتفرق كتير جدا مع الواحد. طب واحد هيسألني لو انا دلوقتي فتحت الكاميرا هيدخل على الكاميرا والاستوديو ويشوف بقى كل حاجاتي؟ هقول له ما تقلقش، ولو فتح الكاميرا وتقفل الشاشة يا دوبك هيصور ويعرض الصورة بس اللي هو صورها، مش هيدخل على الاستوديو نهائي. الجزئية اللي جاية دي يعني مهمة جدا 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 لناس كتير، وهي اعدادات الحماية والخصوصية. خلينا نشوف ازاي لو انا موبايلي ضاع واللص اللي خده او الشخص اللي لقاه على افتراض حسن النية مش عارف يوصل لي. انا اقدر اوصل للموبايل؟ تقدر توصل للموبايل بمنتهى السهولة. هتروح على الاعدادات وهتروح على الامان، بعد كده هتروح على العثور على جهازي. من خلال تفعيل الخيار ده تقدر ان انت تلاقي اللوكيشن بتاع جهازك بمنتهى السهولة. لو دخلت على جوجل بلاي ونزلت تطبيق فايند ماي ديفايس او خدمة العثور على جهازي، بعد ما بتثبتها بتدخل الجيميل بتاعك اللي على التليفون بيجيب لك بالظبط الموقع بالظبط فين موبايلك. وتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو مش عامل باسورد تحط باسورد بسرعة للجهاز، او ان انت تشغل صوت او تقفله، او ان انت تقدر تفرمط الجهاز من خلاله بمنتهى السهولة عشان خصوصيتك. من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي اوبو عاملاها في واجهتها هي ركن الطفل، بتتحكم في الوقت اللي بيقعد عليه الطفل، ومميزات كتيرة جدا تعالوا نتعرف عليها. اول حاجة هتروح على الاعدادات، وبعد كده بتدخل برضو على الامان، وبتنزل لحد ما بتلاقي ركن الطفل او ركن الاطفال. طبعا بيحدد لك المدة المسموح بيها في كل مرة للطفل ان انت 20 دقيقة 30 دقيقة زي ما انت بتحدد. في تطبيقات محددة الطفل يقدر يوصل لها وتخفي الباقي عنه، وتقدر كمان انت توقف خدمة الانترنت خالص عنه. ومن مميزات ركن الاطفال ان هو بيمنع فقدان رصيد الهاتف ومنع التعديل على النظام، وما بيخليش الاطفال يدمنوا الموبايل. لو دوست هنا هيبدأ يدخل يطبق لك كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. لو بصيت عندي على الهوم سكرين هتلاقي 2 واتس. ناس كتير قوي معاها اوبو ما بتعرفش توصل للميزة دي بسهولة. بتدخل على الاعدادات وبتروح على مستنسخ التطبيقات، هتلاقي ان انت مسموح لك تعمل 2 واتساب وتعمل 2 انستجرام وتعمل 2 ماسنجر وتعمل 2 فيسبوك. حال الميزة دي انا بستخدمها في واتساب لان انا عندي رقمين فبحب ان الاتنين يبقى عليهم واتساب. من ضمن الحاجات اللي كانت بتضايقني جدا ان انا لما كنت بضغط على زر الباور ضغطه مطوله كان بيفتح لي جوجل اسيستنت. تقدر تلغي الموضوع ده وتقدر تخليه بمنتهى السهوله برده من الاعدادات، وبتروح على اداه مساعده للراحه. انا لاغي الموضوع ده خالص، من هنا تقدر تفعله وتقدر تلغيه. في ميزه خطيره جدا 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 مش هكررها في الفيديو ده تاني لان انا شرحتها في فيديو منفصل بالتفصيل هيطلع لك في الاي اللي هتظهر دلوقتي، وهي اخفاء التطبيقات وتشفيرها. تقدر ان انت تتصل بالتطبيق اللي انت خافيه عشان تظهره تاني. انصحك تشوف الفيديو ده، مهم قوي للامان والخصوصيه. من ضمن اعدادات الخصوصيه اللي انا بحبها وبفضلها جدا في واجهه اوبو بشكل عام هي البرايفت سيف، ودي عشان نفعلها بنروح على الاعدادات وبندخل على الامان وبنروح على الخزنة الخاصة اللي هي البرايفت سيف. بعد ما بتكتب الباسورد اللي انت اخترته للموضوع ده وانصحك ما تنساهوش، هتلاقيه بيقولك عايز تستخدم بصمة الاصبع
والوجه في فتح الكلام ده أنا الصراحة مستخدمها عادي جدا. هتلاقي عندك هنا 4 مجلدات، الصور وصوتي والمستندات وأخرى. لو فتحت الصور تقدر إن أنت تخفي صور معينة أو تخفي ملفات صوت معينة أو مستندات أو أي حاجة أنت عايزها. وإفرض مثلا أنت عايز تجيب الحاجة دي، بترجع تاني تدخل هنا. بس الصور فيها حاجة مميزة جدا أنا بحبها الحقيقة، لو دخلت على الصور وضغطت ضغطة مطولة على صوري هتلاقيه فتح لك بالطريقة دي. لو دخلت الباسورد هيتدخل على طول على الصور المخفية بدون ما تروح تلف اللفة الكبيرة دي كلها. الهدية اللي أنا وعدتكم بيها في أول الفيديو هي إزاي تحفظ أسماءك على الجيميل بتاعك، ومهما تغير الموبايل هتلاقي الأسماء موجودة. هتروح على الإعدادات وتدخل على الحسابات والمزامنة، وهتروح على الجيميل بتاع حضرتك وتتأكد إن أنت قدام جهات الاتصال مفعل الخيار ده وتقول له مزامنة. مزامنة دي يعني هو بيرفع كل أسماءك وكل الحاجات اللي متحدد ومتعلم عليها دي للجيميل. مسافة ما بتجيب موبايل جديد وتحط عليه الجيميل بتاعك بتلاقيه أوتوماتيك نزل لك الأسماء وتفاصيل الأشخاص والنوتس بتاعتك وكل حاجة أنت كنت معلم عليها هنا بمنتهى السهولة عشان ما تفقدهاش. بس الحقيقة برضو مش دي الهدية. الهدية إن أنا إن شاء الله إن شاء الله هعمل شرح مفصل لكاميرات الرينو 2F. فلو انت حبيت تشوف الفيديو ده اكيد طبعا لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اول ما ينزل تكون اول واحد يشوفه. وكده خلصنا المميزات المخفية مع بعض. في النهاية شباب اتمنى يكون الفيديو عجبكم واقدم لكم جديد حتى لو 6 أو 7 مميزات من 30. واتمنى انها ما تكونش اخر مرة تشوفوني، ده لو اشتركتوا في القناة وفعلتوا زر الجرس بعد ما تخبطوني اللايك المتين. اسيبكم في حفظ الله ورعايته وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديو جديد.